يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا، والتحية موصولة لكل من انضم إلينا في هذا البرنامج قانون اللعبة. وبلا شك راح نسولف عن أم الألعاب وألعاب القوى في هذا المكان، في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى في منطقة كيفان. الحديث سيكون مشوق، خاصة ونحن نستضيف مدرب منتخبنا الوطني لهذه الرياضة ألعاب القوى. من هو؟ بعد السيرة الذاتية. خلونا نرحب في مدرب منتخبنا الوطني لألعاب القوى الكابتن بدر دشتي. حياك الله كابتن بدر. الله يحييك، وانا سعيد جدا على هذه الاستضافه وتشريفكم لنا في ملعب كيفان. من النوادر يعني نسوي مقابلات ولقاءات في ملعب كيفان، فهذه سابقه يعني تحسب لكم. الله يحفظك ان شاء الله. بدر عباس دشتي هو النجم السابق في 110 امتار حواجز. قبل ما اسولف عن بقيه المسافات القصيره 100 200 و400، ابي اسولف عن بدر عباس دشتي والمشوار الجميل اللي قضيته في 110 حواجز. انا بدايه ابي اعرف ليش الحواجز بس 110؟ لا مو بس 110، في 400 حواجز. حلو. وحتى يعني انا لعبت الهم بعد السباق هذا 400 حواجز و110. لا تدري ليش غزي 110؟ ليش مو 100؟ ليش مو 200 حواجز؟ ليش 110؟ ها يعني هو السباق هذه مقاسات هذه انجليزيه يعني. نعم. وتعرف الانجليز لما حطوا المقاسات هذه في بدايه ال 1900 واستمروا عليها ليومنا هذا. تمام. هي كانت 110 امتار يتخللها 10 حواجز. حلو. بين كل حاجز وحاجز تقريبا 9 امتار و14 سنتي. سنتي. وارتفاعها كان متر 6 سنتي، وبقت هذه المسافات او المقاسات الى يومنا هذا. والله دقيقين في الارقام، يعني حتى ما سالته ليش هالارقام هذه اللي بين 9 و6. اي 9 14 سنتي قصدك بين حاجز وحاجز. ايه. انا قلت لك الانجليز وايد كانوا يعني حتى اذا الاتحاد الدولي يبي يحاول يغير. ايه. المقاسات صعب ان يغيرون، فهم من استحدثوا هذه المسافات. نعم. وللامانه كانت مسافات دقيقه وتطورت الارقام على مدار السنين يعني، ورقم الحواجز من 14 ثانيه وصل الى يومنا هذا الى 12 ثانيه يعني، فكانت المقاسات دقيقه جدا، وانا ما اتوقع ان يوم من الايام راح تتغير مقاسات الحواجز. حلو. اما بالنسبه ل 400 حواجز. ايه. ما اقطع كلامك بالخير. ال 400 حواجز لا، بين حاجز وحاجز. نعم. 35 متر تقريبا. حلو. ومن الحاجز الاخير للنهايه 40 متر. حق انه ياخذ ركض. اي طبعا. ياخذ. أي. يكون مرتاح. بالضبط. قلت لي 10 حواجز. 10 في ال 110. هل المسافه فعلا هي كافيه ما بين الحواجز حق ركض اللاعب نفسه؟ اي لاداء الثلاث خطوات سريعه هي كافيه جدا. ولو يعني اكيد عندكم انتم في مكتبه التلفزيون. إيه. عندكم سباقات حق الحواجز راح تشوفون لاعبين ابطال العالم السرعه يعني خياليه، ويقدر يعدي بين حاجز وحاجز بسهوله بدون لا يصطدم باي حاجز. السؤال البديهي والكل واحد يقول اذا اسقطت حاجز ورا حاجز وكملت السباق هل انت اوت؟ هذه وايد السؤال يسالوني اياه يعني، سواء يعني لما اقعد في الدوام او في العمل يسالوني ليه يعني اذا اللاعب اسقط الحاجز. ايه. يعني هل يشطب يستبعد من السباق؟ لا طبعا، الا اذا اسقطه متعمد في ايدينا. يعني اذا اسقطه متعمد في ايدينا. ايه. اما اذا هو قاعد يعدي الحاجز في حركته يعني واصطدم بالحاجز في القدم او. ايه. في الركبه او في الفخذ، لا يكمل السباق عادي. عادي ما في مشكله. ولو يفوز يطلع الاول هم يطلع الاول ياخذ السباق، المهم انه ما يسقط الحاجز متعمدا. نعم. بايده او حتى في رجله يعني، خلينا في رجله، خلينا نقول ان اللاعب يعني يرفع قدمه ويدفع الحاجز في رجله. طبعا هذه الاشياء ما تصير عندنا لان السباق سريع جدا. نعم. مستحيل ان الواحد يقدر يسقط يعني يضرب الحاجز بيدينه او في صح ما قدمه يمدي متعمد يعني. ما يمدي. بدر عباس دشتي كم الرقم اللي حققته؟ على الاحراج. طبعا انا بهذا السؤال يعني اللاعبين يعني كان انا عندي حلم اني اكسر حاجز ال 14 ثانيه. نعم. وصلت ل 14.00 واعتزلت وما قدرت اكسر اشوف ال 13 ثانيه في الساعه.
كلش. الله وفقني في لاعبين أبطال اثنين حصلوا على ميداليات يعني على قارة آسيا وتأهلوا لبطولات العالم سواء داخل الصالات أو خارج الصالات وصولا إلى أولمبياد طوكيو. ما شاء الله. وركضوا 13:35 و13:39 يعني شوف الله عوضني يعني أنا تبارك. ما قدرت يعني أركض الأزمنة هذه أو أحقق الزمن هذا لما كنت لاعب، لكن بهمة الأبطال اللي دربتهم جهود الاتحاد وثقته فيني قدرت أني أحقق. إذا يعني يمكن كان أصعب حزتك تكرم الجوتي يمكن يكون غير. لا احنا ما كنا إمكانياتنا نفس. لا 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 عشان الأخوة المشاهدين ننصف اللاعبين الموجودين، احنا ما كنا نفس إمكانياتهم. يمكن أنت قبل لا نجري اللقاء شفت يعقوب اليوحة ويجري في سباق التتابع. صح. اللاعبين اللي أنا دربتهم يملكون إمكانيات أفضل مني بدنياً صراحة ويستاهلون الأرقام واللي وصلوا لها. تبارك الله. حلو كابتن بدر عباس زجتي، تواضع جميل بحديثه، لكن أكيد راح نروح بهذا التقرير ونعود. رياضة تتطلب مننا القوة والرشاقة والمرونة، وهي إحدى الرياضات الجميلة، وهو سباق قفز الحواجز. أدرجت في البرنامج الأولمبي لأول مرة في الألعاب الأولمبية الصيفية أثينا عام 1896، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من قائمة منافسات الألعاب منذ ذلك الوقت في بطولات العالم. رجعنا معكم بعد التقرير. بدر عباس زجتي مدرب منتخبنا الوطني، بعد الاعتزال شلون قررت تكون مدرب وليس مثلا بالجانب الاداري؟ شوف هذا كان حلم، انا قلت لك لي اني احقق ميداليه على قاره اسيا. نعم. ما تحقق الحلم وانا لاعب، خذيت عهد على نفسي اني ادخل مجال التدريب واهل اللاعبين يحققوا لي هذا الحلم. حلو. اول ما يعني وقفت او اعتزلت في سنه 2001 انخرطت في عده دورات تدريبيه، خذيت المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، والاتحاد الدولي يعني رشحني لدوره محاضرين وخذيت شهاده محاضر دولي، وقدرت اني اقيم دورات للمدربين الجدد، يعني اغلب المدربين الموجودين الحين في الميدان بعضهم انا او اغلبهم انا معطيهم دورات تدريبيه. كان حلمي اني احقق ميداليه على قاره اسيا حق يعني بلدي الكويت، لكن ما يعني حالفني الحظ. اقصى انجازي كان هو ميداليه على العرب في البطوله العربيه، عندي ذهبيه على الخليج، عندي ميداليه فضيه على العرب، لكن للاسف ما قدرت احقق الاسويه، وبقت هذه الحسره داخل موجوده عندي، قلت ما راح اخليها الا يعني احققها حتى لو انا مدرب. حلو. والحمد لله توفقت اني على طول مشواري التدريبي وبمساعده اتحاد الكويت العبوه والابطال اللي دربتهم قدرت اني احقق 12 ميداليه على اسيا ما شاء الله في سباقات الحواجز. اختيارك الى اللاعبين كيف يكون؟ هذه يسمونها نظرة المدرب الثاقبة. صح. يعني احنا كمدربين ولا ما قعدنا يعني في هذا المكان يعني سنين طويلة في الاتحاد، احنا لنا نظرة باللاعب. يعني انا ممكن الحين اشاهد لاعب في سباق ال 100 متر او ال 400 متر واقول ان هذا عنده امكانيات انه يكون لاعب حواجز. حلو. فنغير لعبته، وكان لنا حوادث يعني كثيره في هذا. واللاعبين يتقبلون كابتن؟ يتقبلون في البدايه لا، لكن بعدين يبدا يتقبل. انا اذكر عندي لاعب كان اسمه حامد سليم في نادي السالميه، كان يلعب وثب عالي. نعم. حولته الى 400 حواجز. الكل استغرب قال كابتن شلون هو لاعب وثب عالي تحوله الى 400 حواجز؟ قلت انا شاهد فيه لاعب 400 حواجز. حلو. وثق فيني الاتحاد سواء لجنه منتخبات، حولت لعبته وخذ ذهبيه على الخليج. تبارك الله. ايضا خذ ذهبيه على غرب اسيا. حلو. وحقق رقم قوي جدا 50 ثانيه في ال 400 حواجز. ما شاء الله. فهذه نظره المدرب، يعني المدربين اخوان المدربين بالاتحاد كلهم يملكون هذه النظره، ولا ما وصلوا للمكان اللي هم موجودين فيه. جميل. يمكن انا وصلت الى الختام كابتن بدر، لكن مثل ما شفت اذا انت عندك نظره باللاعبين انا عندي نظره فيك، ان اللقاء وياك واحد حرام لازم في لقاء ثاني. والله انا جدا مستمتع في هذا اللقاء معاكم، وننقل حق الاخوه المشاهدين أكيد. يعني بعض المعلومات وبعض تاريخ العاب القوى من لاعبين. نعم. ومدربين يعني هذه اللعبه نعتبرها مهضوم حقها اعلاميا يعني إن شاء الله. ويقفلها الكثيرون يعني ان شاء الله. اللقاء الثاني ان شاء الله كابتن. الحلقه الثانيه راح نكون موعودين اكيد باسئله اخرى واجابات اكثر من الكابتن بدر عباس دشتي. نشوفكم على خير، فما الله.